السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي اعمل 2D من اي حاجة 3D. بس خليني اجي هنا واقول له اعمل لي لير. اللير دي هسميها 2D واخليها هي اللير الافتراضية او هي اللير الديفولت. خلينا ندوس عليها هنا مرتين، تمام. وممكن نغير اللون بتاعها، مثلا اديها مثلا لون زي دوت. اوكي تمام. طيب خلينا اعمل كده، اعلم على الشكل كله، وهاجي هنا اكتب ميك 2D، تمام. بيروح واخد لي الشكل دوت، بيقول لي انت عايز تعملها فيو ولا سي في لاين، عايزها برسبكتيف ولا من توب ولا من رايت. مش خليها من برسبكتيف، انا عايز مثلا فيرست انجل بالشكل دوت. تبدأ تختار الاشكال اللي انت عايزها وتقول له اوكي. فهو هيحطهم اهوت في 2D زي ما انت شايف اهوت. وتقدر مثلا تيجي على اللير اللي هي كانت الاول، اللي هي كانت اسمها الديفولت ديت، نقدر نخفيها عشان نشوف بس 2D. ثواني، خد لي اللقطات للشكل كله. فده من الاوامر المهمة اللي ممكن نشتغل عليها.